السلام عليكم مشاهدينا الأوفياء، نحييكم أينما كنتم. لازلنا معكم من إقليم تسونات بهذه المنطقة الجميلة. كنسلط الضوء على الإقليم وأكثرية كنجيو المنطقة اللي غنية عن التعريف، منطقة بني سلمان. اليوم كنتقلوا لهذه القاعة للريادات، وكما كتشاهدوا الأطفال الصغار والكبار اللي مستمرين هاد الرياضة وحبهم الرياضة. الحسن اللي هو نائب رئيس ديال الجمعية بني سلمان للرياضة والثقافة والتنمية والبيئة، فكنتواجدوا عنده ويعطينا الآراء ديالو أكثرية من المعلومات، لأنه حنا كنعرفوه ولكن المشاهدين بغينا نقربوا للمشاهد وحتى المشاهدين الأوفياء ديال قناة بلاد تيفي يزيد يكتشف على السي الحسن والموهبات اللي عنده والاستمرارية اللي باقى عنده والخاطر اللي عنده في هذه البلاد منذ سنوات في هذه الرياضه. ودابا حاليا حنا عرفناه وكيف وصل لواحد المرتبه عالي في هذا الشيء ديال البوكسين والرياضات، فهو والكونتاك. فما نطولوش عليكم، نخليو ليه الكلمه ويعرف المشاهدين الاوفياء. السلام عليكم سي الحسن. السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد بالنسبه للرياضه في الكونتاكس، رياضه عريقه وراه معروفه على الصعيد الدولي والصعيد العالمي. لأن الرياضة عندها رياضة قتالية، رياضة عندها أساليب ديالها خاصة، واللي كي يعني الفن النبيل كيتسمى. والرياضة اللي هنا هي ما تمش منها، ورياضة عريقة وفيها بزاف، كاين الفولكونتا، كيك بوكسين، وكاين الطاي، وكاين الموي طاي، وكاين الصافات، كاين هادو كلهم مشتقات ديال الفولكونتا كيك بوكسين. وغادي يكون حتى إن شاء الله غتكون حتى الإميمة. بالنسبة للمنطقة هنايا منطقة ضعيفة من ناحية الماديات وداكشي، الناس الله يحسن، وإنما كيحاولوا الوليدات نعاونوا هاد الوليدات. بالنسبة للجمعية، الجمعية دايرة واحد الثمن مناسب للوليدات، ثلاثة الأفراد يعني دايرة لهم 100 درهم، ثلاثة الأفراد من دار وحدة 100 درهم، جوج أفراد 80 درهم، فرد واحد 50 درهم. وعاد كاين واحد المبادرات اللي كيكونوا من طرف الجمعيه خاصين، يعني كتساهم الجمعيه بكثير، يعني واخا ما عندهاش واحد الدخل لان هو دخل مزيان، ولكن الجمعيه كتعاون باكثر كتعاون. وكنوجه الشكر لهذه المناسبه، نوجه الشكر لرئيس الجمعيه اللي هو رشيد بوجيده، الله يجازيه بخير على هذا المتنفس الرياضي اللي هو خلق، يعني بين على واحد المواهب اللي كاينه كثيره هنايا في الجمعيه، مواهب اللي هنايا طورات والحمد لله بفضل الله، ثم بالمجهود ديالنا حنايا، مجهود ديالنا الفردي والمجهودات ديال التلاميذ والمجهودات ديال الاساتذه والمجهودات يعني في هذه الجمعيه والمجهودات كثيره ديال الاستاذ رشيد بوجيده اللي هو رئيس الجمعيه، يعني كيدعمنا وكيعطينا واحد 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 كيعاوننا بزاف باش نستمروا ونزيدوا القدام. وكاين من القدام كاين غير الخير، والحمد لله شاركنا بالدراري في بطولات المغرب، في البطولات الجهويه، بطولات المغرب، وكاين انجازات وتحققنا بزاف ديال الامور، واخا ما عندناش امكانيات كثيره، ولكن المجهود البدني ولا المجهود اللي كاين في الرياضه راه كنبذلوا واحد المجهود كثير، وكنعانيوا من المعاناه، رغم ذلك المعاناه، رغم ذلك بزاف ديال الامور، ورغم ذلك الحمد لله حنا عزيزه علينا الرياضه، وكنحاولوا ما امكن نزيدوا بهذه الرياضه القدام. وهذه المنطقه جبليه لان هي نائيه، ما فيهاش بزاف ديال الامكانيات، كنحاولوا ما امكن نبينوا المنطقه ونبينوا الرياضه ونزيدوا بها القدام ان شاء الله، ونتمنوا من الله ان شاء الله يكون خير. سير حسن، كيفاش بدات الاستمراريه؟ بالنسبه لي انا كمؤطر رياضي، انا رياضي قديم في الرياضه، يعني دولت بالنسبه في المغرب، ترينيت في المدن في المغرب، والحمد لله كسبت واحد الخبره كبيره وعندي رياضات بزاف. ومن بعد ما جيت لهنايا كنشكر الناس اللي كانوا قبل مني هنايا واللي طاحت عليهم الفكره انهم يتدرسوا لهنا، والشكر الجزيل لرئيس الجمعيه لان هو ساهم بكثير. وهذه الرياضه درناها في هذه المنطقه لان هذه المنطقه ما فيهاش لاصال، ما فيهاش الرياضه، بغينا الدراري ما يتنقلوش لبلاصه اخرى بعيده، بالنسبه للفيلاج بعيد بواحد 5 كيلومتر، خصو يمشي ويجي على الاقل واحد 10 درهم في النهار باش يمشي ويتريني ويجي، غازلق له اكثر من خلاص ديال الشهر. هنا لاصال قريب بالنسبه للساكنه وكيجيو الناس، ورغم ذلك الناس قلال، ورغم ذلك كاينه الساكنه كبيره. حنا كنحاولوا ما امكن نقربوهم من الرياضه ونحبوهم في الرياضه كما حنا حابين الرياضه، وعندنا واحد التجربه كبيره، وعندنا واحد الحب في الرياضه كبير، كنحاولوا هاد الناس توما حبوا في الرياضه باش يهربوا على المخدرات، يهربوا على المسائل اللي هنايا غادي تعمر لهم حياتهم خويه ولا تقدر تديهم شي طريق خايبه. كنحاولوا ما امكن هنا ننقذوا هاد الشباب اللي طالع، ويكون عندنا واحد الكلمه في هاد المنطقه، كلمه رياضيه في هاد المنطقه، وتنشر هاد الثقافه
ثقافه في هذه المنطقه هذه، علاش لا يكونوا عندنا ابطال يخرجوا ابطال يمشيوا للمنتخب يمشيوا للعالميه ان شاء الله باذن الله. هذا هو الاساس من الهدف ديالنا من هذه المنطقه هذه. وانا بصفتي كنائب رئيس الجمعيه ومدرب في نفس الوقت، انا بالنسبه لي انايا كندير واحد المجهود لانه هو مجهود كبير، واللهم لك الحمد، والله سبحانه وتعالى كيوفقنا في هذه المجاهد اللي كنديروا، ونتمناهم الله الخير، وبغينا مازال من العطاء والعمل ان شاء الله، والعام الجاي يكون حسن هذا العام، وحنا غاديين في التحسن ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للمسؤولين كنوجه لهم المسؤولين ديالنا بالنسبه للجامعه تاع ديونا ترونسبور، كيعطيونا ترونسبور الله يجازيهم بخير، يعني كيعطيونا المسائل اللي كيعاونونا على قدر المستطاع، وكنتمنى من الله يزيدوا يعاونونا اكثر. يعني حديث اللي توصلها للمسؤولين باش يكون واحد الدعم لهذا الشباب باش يوليو يعني نداء المسؤولين علاش باش ينتظروا ينظروا واحد النظره في هاد الشباب هادو يعاونوهم. وحنا بالنسبه للجمعيه راه كتعاون الشباب اللي ما عندوش، كتعاونوا ماشي سهل يعني كتعاونوا بزاف. انا بالنسبه لي انايا بالنسبه لي انا بالنسبه للماديات شويه يعني كتقول انا كما قلت لك قبل فاش كنوصل الوليدات للبطوله ويلعبوا هذه يعني كنسى الماديات. انا عندي الشيء الوحيد الاساسي هو الرياضه، ننقد هذا الجيل هذا اللي طالع ننقدهم بزاف ديال الامور وتمشي الرياضه لقدام. وحنا مستقبلا كاين ان شاء الله الخير مستقبلا، ما كان الحمد لله حنا خصنا الاستمراريه القديمه والرياضه القديمه وهذا العمل يبقى ديما. السلام عليكم اخويا، احنا نترينيو في هذه الرياضه كتعجبنا باغي نعطيو فيها شي حاجه، وحنا اشرف ديالنا وسيد الحسن نتريني بينا احترام واحترام واجب راك عارف باش نزيدوا لقدام صافي. سعد الباسط كيفاش بديتي الاستمراريه في الرياضه؟ كيفاش جاتك الفكره؟ فكره جا لاصال حنا نشوفوا راسنا ضايعين هنا نقدروا نديروا شي حاجه لراسنا ونشاركنا صافي دينا كما الله. المشاركه ديالك مشيت شاركت في فاس بطوله جهويه ديال فاس مكناس، مشاركنا والحظ وافقنا دينا جبنا الاولى ديالنا ماشي انا، كاين الدراري صحابي شاركوا حتى هما وجبنا الحمد لله كاين نتائج مزيان. قربنا اكثر من الرياضه اللي كتمارس خويا؟ هنا نمارسوا الرياضه في الكونتاكت كهوايه فهمتي، هذا جبنا كان فهمتي كان تكون شي حاجه تقدر عندك باش تطاكي على راسك فهمتي، كتعاونك في الزنقه فهمتي، حيت هذه هي فن من فنون الحرب فهمتي. ايوا فهمتي مزيان، انا كنلقى فيها راحتي اخويا. سي محمد كيفاش جاتك الفكره؟ انت ولد المنطقه عارف يعني الظروف ديال المنطقه، كيفاش دخل جاك في بالك؟ فهمتي انا كذا عجبني الرياضه هذه فهمتي. الظروف واخا الظروف هنا فهمتي المنطقه ظروف قاسيه وكذا، ولكن الحمد لله فهمتي نتحاربوا باش تقربنا اكثر. سي محمد على المدرب ديالك كيفاش التعامل؟ كيفاش بحال الاستجابه معاه؟ المدرب ديالنا السي الحسن كيدربنا مزيان الحمد لله فهمتي، تعامل زوين فهمتي، كود منطقه خصوصا هو ود منطقه فهمتي، عارف ولاد منطقه فهمتي، كيحس بهم فهمتي، كيحاول في اي مشاركه كانت كيزيد الدراري فهمتي، دائما كنشكرو. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو كتبين على المشاركه ديالك في الرياضه اللي كتمارس؟ رياضة الفوكونتاك كنا ضايعين وشفنا لاصان تفتح ودخلنا وبدينا اللعب وتا جانا ابطال ومشينا شاركنا وجبنا لقب الاول، وكانت شهادة تقديرية وشاركت في بطولة وطنية. كيفاش جاك الحب لهذه الممارسة الرياضية؟ رائع. كان شكون اللي قال لك سير لاصال سير تعلم؟ سير بابا وماما اكيد هما اللي شجعوك. قالوا لي سير ومشي، بديت نخلص الشهر وبقيت ضعيف. من ناحية الثمن يعني الثمن مناسب؟ مناسب 50 درهم 800 مرة. ملي كتقول يعني الأطفال اللي قدك واش يعني شنو باش كتوصل لهم واحد الرسالة؟ كل ما يجيو التريني حقاش الرياضة تنمي الجسم، ويقولون عنها العقل السليم في الجسم السالم، وخصهم يدخلوا يتريني باش يرجعوا قوية في المستقبل.